يلا قولي، منين بتعرفي هالموضوع؟ أنا بعرف منيح أنك تكلفت بالبحث عن كل شي بخص بوريس، وبهذا الدفتر اللي موجود قدامك هلأ في معلومات مهمة كتير. أسعد باشا، نحن مو بس منكون مسؤولين عن الشي يلي منقدر نعمله، نحن مسؤولين عن الشي يلي ما قدرنا نعمله كمان. أنا جيت بأمر المشرف، السجين جريح وبدنا نشوف وضعه. شوفوا وضعه. ومين فيكم الطبيب؟ رضا، هالقضية مو من اختصاصكم، هذا شغلنا نحن. أنا كنت عم أغلط يا عبد الله، لارا كانت عم تركض لعندي بس أنا كنت واقف وما عم بتحرك، خليتها تبكي وأنا ضحكت. كيف بدي فهمك إياها عبد الله؟ حضرة القاضي، خير شوفي بهالوقت؟ جاي لموضوع مهم، هذا بكري اللي مسكناه بدي انقله على سجن تاني وبسرعة. ليش؟ قال إذا نقلناه على مكان تاني آمن أكتر فهو رح يعطي إفادته بخصوص قضيتنا، ورح يعترف عن كل جرائمه وجرائم شركائه كمان. بهالطريقة عم تتعقد الأمور. الرجال يلي بده يأسس بنك للدولة المصايب أبداً ما عم تفارقه. القصة واضحة كتير، الدول الأجنبية عم يعملوا كل جهدهم بس لحتى ما يخلونا نأسس هالبنك، وكمان بدهم يانا نغرق بالمشاكل. سمعت اللي صار؟ الحمد لله على سلامتها. في شي بقدر أعمل؟ احكي شو بدك. اليوم نحن قدرنا نحصل على وثيقة مهمة كتير، بس كون مطمن هالوثيقة بأيدي أمينة. أنا بعرف أنت قتلتي هداك الرجال المسكين وعم تحاولي تورطيني أنا بقتله، وكمان أخدت الدفتر يلي عطوه إياه وجاي تقليلي إنه بأيدي أمينة بكل وقاحة. أنا؟ أنت. بتحبي قلك أنت شو؟ أنت بنت حلوة بس بنفس الوقت غبية. أنا عم أسس أهم بنك بهالدولة، مفكرة أني رح أترك أثر وراي ليديني؟ أنا عطيته الدفتر للكاتب حسام الدين يلي قتلتيه. أنا اندهاشك ببين انك مستهيني بذكائي يا أنيتا. روحي خلي الصدر الأعظم يعمل الشي اللي بده اياه، وما رح يلاقي اي دليل. مات بأزمة قلبية. مو أزمة قلبية عادية أبداً. أنتو خبرتوا عيلته شي؟ لا، ما خبرناهم. لكن روحوا لعند عيلته وانقلوا له الخبر. أنا وأنت وغضنفر لازم نلتقي بكرة بالمكتب بكير. يلا. سيدي، يلي بيحاربوا مشان العدالة إخوة، وإنت هلأ أخي بإذن الله، وأنا ما فيني أتركك. تعال لعنا اليوم. ما بيصير هالشي، ما بدي ضايقك سيدي، بترجاك. شكراً لك. أنت كل شي عملتيه عم يزيد الشكوك حواليك، وما رح يجيك منه أي فائدة بنوب. وصدقيني لو ما كان أبوك وميار متورطين بالقصة معك كمان، ما كنت بخليكي تطلعي عايشة.
أنا عملت كل هالشي لحتى ساعدك. ومين قالك إني بحاجة للمساعدة منكن؟ عندي معلومات إنه السلطان عم يحقق عني هو ورجاله. لو إنك اطلعتي منيح على الدفتر لشفتي مكتوب عليه الصراف مراد ووسخاته كلها مكتوبة فيه. يعني هداك الدفتر كان رح يلغي شكوكن ويطالعني نضيف من هالقضية ورح أخلص منن. وهلأ يا أما بتصلحي كل شي خربتيه، يا أما أنا رح نظف كل شي وما بسأل عن ميار أبدا. وشو اللي لازم أعمله؟ لازم هالدفتر يوصل لأيدين السلطان. وينو هالدفتر بقى؟ عند السفير. يعني بالسفارة؟ ايه معناتها جيبيه. سيد بوريس، مو الأفضل إنه ما نأمن بهالمرة؟ بالحق معك، رح حلها قصة. يلا بسرعة بسرعة، افتح الباب. يلا افتح، يلا افتحوا، طلعوه، افتحوا الباب، خلينا نهرب بسرعة. يلا 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 يلا، اطلعوا كلياتكم لبرا، اطلعوا اكم بسرعة بسرعة اكثر. يلا بسرعة، خلينا نهرب من هون. حركوا حركوا، يلا بسرعة بسرعة. أهلين بنتي. الله، هو يلي منحك الشفاء، أكيد أنت ما أدرى هالشي. الله تعالى خلق الأمراض وخلق لها الدواء، وخلق الطبيعة مثل الصيدلية. لاقي زهر اللقمان يلي بيفتح بالعتمة، بتحطيه بالهاون وبتدقيه منيح، وبعدها تنقعيه بالمي من المساء للصبح. طيب عمي حسن، وهالزهر منين بدي جيبه؟ هذا الكلب رح ياخدك لعنده، وبعدها وبعدها بعرف أنا لمين بدي شربه. يا ساكر، في عصيان بالسجن، كل يلي جوا ناس مجرمين، فلا تشفقوا على حدا لأنه ما رح يشفقوا عليكن. تحركوا. خلينا نسكر هالحساب يا بكري. يلا بسرعة، خلصوا. وين الحراس؟ احملوا سلاحك، احملوا سلاحكم. افتحوا لنا الابواب، افتحوا الابواب، افتحوا لنا الابواب، افتحوا يلا، افتحوا الابواب، افتحوا الابواب، افتحوا الابواب. يلا افتحوا الباب ولا بيقتلوني. لا تحكي ولا. تعال معي محمد، انت افتح الباب. طلعونا بسرعة، افتحوا الابواب، افتحوا الابواب، افتحوا الابواب. يا ساكر افتحوا الابواب، طلعونا. بعدوا هيك، جبوا خطة، بسرعة بسرعة، يلا بسرعة جبوا، يلا يلا بيقوصوا علينا، جبوا جبوا بسرعة. دفوا، عم يقوصوا، افتحوا لي الباب.
يلا بسرعة بسرعة، امشوا امشوا يلا اركضوا من هون من هون يلا. لك تحركوا بسرعة تحركوا. يلا لا حدا يوقف، رح يهجموا علينا. يلا بسرعة، لك رح يقوصونا. يلا أهلين، مساء الخير. أهلين فيك يا حبيبتي. سيدي تفضل. يا أهلين فيك يا عمري، نامي لأشوف. الله يسلمون. آمين يا رب. تسلم سيدي، حياتنا من شانهم. تفضل سيدي. صبيحة، ما اتفقنا انه ما تحملي شيء تقيل؟ ما في داعي، لا تتعبوا حالكم. شو هالحكي هاد؟ دائما عم تشتغلوا ما بتنتبهوا على حالكم، رح احطلكم الاكل. يسلم ايديكي. ما شاء الله. أنا اسمي مصطفى. لا تخافوا حبيباتي، أنا أجي. المطر هو رحمة من ربنا ونحن ما لازم نخاف منه. شكراً أستاذ غياث الدين. شكرا يا خانم. شو خديجة وينها؟ بغرفتها.
طيب خليها تجي لعندي. شو عم تعملي أختي؟ ما في شي، بس العم حسن عطاني اليوم دواء وأنا عم حضره. كتير منيح. ادخل. بحضرة المشرف. لك يا غبي، عملت عصيان وما قدرت تقتل بكري مو هيك؟ بكري ما عاد بين ايدينا ولا مع القاضي قياس الدين. هذا بكري اذا كان في عنده ذرة عقل وحدة فلازم يروح يتخبى بشي مكان وما يطلع منه ابدا. كيف وضعها؟ بصراحة حالتها عم تسوق. سيد بوريس، بنتك يمكن ما تبقى لبكا. السبب مصطفى، لازم تروح تفلته فورا. بس هو خطير كتير ومو جاهز هلا. وليش؟ ليش ما نو جاهز؟ قلت لك من قبل بنتي ما لازم تموت لو شو ما صار. أنا ماني مستعد أبداً أخسر بنتي. لولا وجوده لمصطفى بنتي ما كان صار لها شيء. والرصاصة ما كانت اجت بدها. وهلا انا بدي اياه يختفي. بدي يذوق اصعب انواع الموت. ولازم يعرف المصيبه اللي هو عملها قبل ما يموت، ويعرف انه بنتي رح تضل عايشه بعده. ولازم كمان يموت على ايد الشخص اللي بحياته ما كان يحلم يموت على ايده، يعني رفيقه يلي رح يقتله. حبيبة قلبي لارا، عيونك. شو عملتي؟ وحتى هاد قليل عليك، انت بتستاهل اكتر. Thank you.
لمصطفى. وليش؟ لأنه إذا رجعتي فهذا الشيء رح يكون هو قدرك. أنت جاهزة لها؟ لا، مستحيل أقتل مصطفى. لا 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 لا، ما فيني. لا، افتح عيونك. حبيبتي من بعد إذنك أخي، أنا بدي روح على قونيا بكرة الصبح. طيب ليش؟ بدي انتقل لعند خالتي زهرة. تعرف إنه وضعها مو منيح، وهي هلأ بحاجة ممرضة جنبها. أختي شوفي، أنا بدي أهرب من الحب يلي عم يحرق قلبي أخي. صرت عم حس حالي إني شمعة وعم دوب. غلطت وحبيت شخص قلبه مستحيل يكون إلي. هو قال إنه بيشوفني مثل أخته. أرجوك سامحني يا أخي، ما عم بقدر أتحمل بنوب. كل مرة بشوف مصطفى قدامي بحس حالي عم أتقطع من جوا. بعرف أختي إنه قلبك موجوع، بس ما فيني أعمل أي شيء. هذا القلب هو قلبك، وأنا ثقتي فيك كبيرة يا أختي، وبتمنى إنه تكوني مبسوطة. أنت بتعرف أنا مشان مين عملته؟
يلا روحي اعملي لنا قهوة لنشربها سوا قبل ما تروحي، ولملي عيوني منك. يلا. سيد حسام الدين كان رجل عصامي ومخلص، وطول عمره كان يروح من بيته لشغله ومن شغله لبيته، وواضح انه يلي عمل فيه هيك حاقد. ايه اكيد. شو اخر مهمه تكلف فيها؟ اسمعني منيح، هاي التحقيقات يلي انا عم بعملها كتير مهمه، بتمنى نتعاون. رح اعيد عليك السؤال، شو هي اخر مهمه تكلف فيها؟ تدقيق دفتر بوريس زهارياس. ولا أشي مهم مو هيك؟ يا سيد بتمنى تقلي كل شي بتعرفه هون، وإلا منروح على المغفر وساعتها بتحكي. صراحة ما في شي مهم. احكي لي يلي عندك. السيد حسام الدين كان عم يدعي شيء مستحيل يكون صح. شو هو؟ إنه بوريس أخذ 20 مليون ذهبية من الألمان وبده يلاقي دليل على ادعائه. الله يسر طريقكم يا أختي، الله يسر لك ويكون بعونك. يلا الله معك. اسمعني ابني، أنا تركت أختي أمانة عند الله وعندك. الله يسر طريقكم يا رب. الله معكم. لا تزعل حالك يا قياس الدين، نحن لازم نصبر. الصبر صعب كتير بس نهايته أكيد بتكون خير. خديجة رح تنسى الشي اللي صار، وكمان حتلاقي الرجال اللي بدها إياه، ورح يصير عنده أولاد ورح نشوفهم إن شاء الله. بس إذا بقيت عندك بدها تضل زعلانة. سيد بوريس، إجا القاضي قياس الدين. خليه يفوت. حضرة القاضي، الشيء اللي جاي مشانه ما بيتأجل؟ لا يا سيد بوريس، ما بيتأجل.
طيب يعني بركي أنا ما فقت ابنه بوقتها بتضلي معي. انتي بتكوني امي صح مو هيك؟ لسه الشيء اللي بدي أعمله بالدنيا ما خلص، يعني ما بدي موت هلا، بس بوعدك نلتقي بالمستقبل. لا تقلقي لارا، أنا وياكي على الأكيد رح نلتقي. أنا في عندي مهمة لألك، أنت جاهز؟ جاهز. هالليلة بدك تقتل فلينتا مصطفى. حضرة السفير، صار فيك تفرح لأنه الملف اللي أخذناه طلع ما إله أهمية أبداً. يا سيد، Thank you.
باريس. هالشي بيعني إنه الدفتر عائد لإلنا مو للصيرة في مراد. سيد بوريس بصراحة أنت عندك ذكاء خارق. أحياناً الحظ بيجي لعند رجليك يا جميل، بس يلي ما بيقدروا يساعدوا حالهم ما حدا رح يساعدهم. هالدفتر كان رح يخلص علينا. وكان ممكن من وراء موت. اشتغلت شغل ممتاز يا جميل، برافو عليك. وهلأ بعت لي رجالك على اسطنبول لحتى يلاقوا لي الملعون بكري. بأمرك سيد بوريس. الآن سلارة رح تتعافى إن شاء الله. أنت متأكد؟ قول إن شاء الله. إن شاء الله يطلع حكيك مزبوط سيدي. يا رب. صارت حالة عصيان بالسجن. بعرف. واستشهد كم واحد من ضباطنا كمان. وبكري لقى فرصته للهروب وكسر قفل الباب. وأكيد رح يعمل شي هلأ. لما تفحصت الجثة تبع حسام الدين لقيت آثار إبرة على رقبته. قلت لي إبرة؟ كان عم يشك إنه بوريس جايب 20 مليون ذهبية من ألمانيا، وكان عم يحاول يلاقي دليل يأكد في كلامه. وكمان السفير الألماني لقوه مقتول. ويمكن السفير والسيد حسام الدين انقتلوا لحتى تختفي معهم كل الأدلة سيدي. كان تأسيس البنك وصلوا لصراف سليمان وقتلوه. وبعد هيك مات يعقوب. والتاجر مراد شنق حاله بطريقة غريبة. من مين كان رح يشتري الوفد الأمريكي الجنوبي السلاح اللي جاي يشتريه؟ عرضي إلك هو 6 ملايين ذهبية. كان في شخص عم يمشي هالأمور باسطنبول، وشخص عم يأمن المصاري لإله. هاي الوثيقة بقيمة 20 مليون ذهبية. بس للأسف ما ترك لنا وراء أثر ابنه. الفوضى اللي صارت بين الناس كانت عم تخدم مصالحه. كان دائماً يسبقنا بخطوة وينصب فخه بدقة تامة. ولما رح يوصل لغايته رح تصير اسطنبول تحت إيده. برأيي صار الوقت هلأ لنلاحق بوريس زهاريا ونمسكه.